مساء الخير عليكم أعزائنا متابعين صفحة سودان حر ديمقراطي. والآن نحن في حلقة جديدة من برنامج على قارعة الطريق، ومعانا الأسطى الفني الحرفي إبراهيم جار النبي. إبراهيم جار النبي، بالله حدثنا عن الحاصل شنو في مشكلة المياه في الخرطوم والمواسير واختلاط الموية بتاعت الصرف الصحي مع مياه الشرب. الناس بيتكلموا كثير عن القصة دي اليومين دي. تقدر تحيي يعني متابعين الصفحة وتبدأ تتكلم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نشكركم كثيرا على المقولة حقتكم. والله نحن غايته بالنسبة للمياه الماشية في الشوارع وفي الزلط الرئيس ومخلي المجاري الرئيسية فاضية. وين في أكياس كوبر على سبيل المثال، يعني كوبر كافوري الخط الرئيسي اللي كان ساكن فيه الرئيس ذاته بحد ذاته، يعني المجرى مليان، الزلط ذاته مليان، البساطجي مليانة، الكافتريات فاتحة، الأفران فاتحة، وين في موجه الصرف الصحي؟ في نص الزلط في نص الشارع. ويوم من الأيام الحلة دي كان ساكن فيها السيد الرئيس. والله شيء عجيب. وبيجاي ناس الإدارة المركزية ساكنين ناس الإدارة المركزية ماجر لهم ما شاء الله إدارة مركزية للموية المياه الجوفية. بيقادي السينما بتاعت كوبر، أربع براميل بتاعت وسخ، المطعم فاتح، الوساخة ماشى في الفرن، تجي عربة الحجوسي، تجي عربة الدروشاب، تجي عربة كافوري، تجي عربة الاسم شنو الجماعير. يعني ما بتقدر تمشي بالشارع لا من البتاع المويد البلادي تتفجر، ما بتقدر تجي ماشي. يعني عامل عطل في الخط الرئيسي ذات البوديك الكوبري بتاع كوبر. طيب اشرح لنا المسألة بتاعت الخلطة دي كيف؟ الخلطة انه الناس العمال بنفسهم هم ذاته لو شدوا حيلهم وقاوموا بحيلهم وعزوا زي ما كان الناس بتعز الوطن حقه صحيح ويشتغلوا بضمير صافي، غير انه يكون في انانيات في بعض او كراهيات في بعض او قصة وطنية في بعض، يكون كلهم اولاد وطن واحد او اولاد سودان يشتغلوا بضمير صافي زي ما الناس كانت تشتغل بضمير صافي. يعني مشكلة بتتحل بتاعت خلطة المياه الناس المياه الجوفية يقوموا بحد ذاته، الناس المياه الراكدة المجاري يقوموا بحد ذاتهم، يعني تبع لناس الصحة والمساحة ما تابعين لناس الموية الصرف الصحي. ناس الصرف الصحي براون عندهم مكاتب خاصة بنفسهم يقوموا بالقصص دي، انه العربات موجودة، الونشيات موجودة، الحفارات موجودة، الكراكات موجودة، الاسمنتي موجود، الحديد الصلبي موجود. العجز في شنو؟ العجز في العامل في حد ذاته او الوظيفة المدير بتاع المكتب، ما اكثر ولا اقل. الليلة لو كان بيتحرك زي ما المساجين هسه السجين الاساكر بيسوقون عشان ينظفوا الشوارع في حد ذاته، ده رضا بالنسبه لوطنهم، عشان يوم من الايام كان الزول ده مسجون عمل حاجه بطاله او كان حرامي او كان كتل كتل، يوم من الايام بيتصفى بيبقى نظيف لانه بقى ينظفون في الشوارع زي ما زمان كان الناس بتنظف الشوارع. اولاد المدارس كان بينظفوا الشوارع ما عيب، بينظفوا حلتهم، في برامج وسخ بيحرقوها. هسه بتاع الوسخ بيجي بلقط الباغات الفاضيه من الكافتريات، العربيه مملوكه كلها باغات والباقي الوسخ شتته في الشوارع الرئيسيه العامه. يعني عشان الباغات تتباع طبعا بيحصل لها ريسايكل. الله يديك العافيه. وهم ذاتهم بالنسبه للعمال بيجيبوهم يعني ما بتشعر بهم، عندهم هيبه بتاعت نشاط نظافي، انه الزول ده بيصرفوا له قروش. حتى السواق ذاته بيودوهم على الميزان اللي بيوزن الباغات عشان بيستفيدوا منها اهم من وطنهم. يعني ده حاجه داخلي بنفسك انت، ممكن القصه دي يعملوها بعد نهايه العمل العمل نهايه اليوم ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن. نعم انت ده مصر فيها حد لذاتك، ما تدخله في حق الوطن ده، ما بعدين ربنا مسألك منه انت مسؤول. صحيح. طيب يا استاذ ابراهيم، ما بتعاني بضميرك يعني؟ سؤال ايوه، في مناطق ثانيه حاصله فيها المشاكل بتاعت الصرف الصحي دي غير الكوبر وكافوري؟ في عندك أمبدة. ايوه، الحاصل شنو في أمبدة؟ أمبدة تجي تلقى الماسوره مكسوره، العربات ماشيه من فوق عليها، المنطقه الصناعيه نفس القصه، المنطقه الصناعيه أم درمان ايوه نفس القصه. نعم. المويه مكسوره، ما في نظافه، عربات الصحه الرئيسيه موجوده في أم درمان جنب المحليه، المنطقه الصناعيه جنب استاد الهلال، بيجاي الكوش، بيجاي المطاعم،
بغادي ناس الخدر يعني ما في طريقة منظمة، لما تيجي تطلع بعربية دلك 3 ساعات ولا ساعتين في الطريق عشان تعبر بس من استاد الهلال لحد العرضة دلك ساعة كاملة. نعم يعني يوريك انه يجي بتاع الحركة بدل يجنب الواحد من نص الشارع يوقف في نص الشارع عشان يقطعوا تذكرة ب100,000 ولا 200,000، مش مفروض يجنبه؟ صحيح. لا لا يحصل يوقف في نص الشارع ويشيل منه رخصته ويقطع له التذكرة حتى الثاني نفس القصة، يعني كده ما حيكون في استمرار في المرور. طيب تحطيم بالنسبة للناس المواطنين الموظفين الماشيين لعملهم. طيب انت زول كل يوم بتركب المواصلات قاعد تشاهد الحاجات دي كلها يوميا يوميا، والكلام ده لسنين طويله طبعا. يوميا صح يوميا من اقصى من السلامه لحد دار السلام. دار السلام سوق ليبيا احفن محل سوق ليبيا. نعم احفن محل سوق ليبيا. نعم. اول شيء اخلاقهم كعبه. نعم. شوارعهم كعبه. نعم. كلها حراميه. نعم. والعساكر موجودين في نصهم وبيعانوا في الشماشه بيضاربوا في البنات وبيقلعوا مطابقهم وبيطقوا بموبايلاتهم. نعم. دي حقيقه حاصله، يعني العسكري ما يقدر يسوي حاجة، يقبضوا الحرامي طلع لهم سكين وعين الحرامي. ما في هيبة الدولة ما في يعني. ما في نهائي. نعم. يعني عينك ليه هداك شافوا حرامي يلاقوه يمسكوه، أنا ما شلت أقول لهم، يقولوا دي النقطة نحن نعرف نتصرف معه، وتلقى المسكينة تبكي. يعني في فوضى في سوق ليبيا ما يعلم بها إلا رب العالمين. نعم. طيب رسالة لحكومة حمدوك. والله حمدوك منظم ما شاء الله، روق البلد شوية من المشاكل والضرب. وما في حساسيات، ما في مظاهرات، الدولة كالعادة البنزين ماشي، المأكولات رغم انها غالية واي حاجة ماشية، الافران ماشية الحمد لله، كل شيء ماشي، لكن برضه في نقيصة بسيطة يعني. نعم بس دي بتتم حبة حبة، انه المواطنين كتار. صحيح. الناس ماشية كتير، العددية بتاعت السودان ما زي زمان. صحيح. بكده العددية يومي فايت. صح صح صح. يعني لو انه بوفروا الناس الايدي العاملة بالنسبة للمواطن الشغال حر كموظف، أنا موظف دولة وده زميلي موظف دولة ما بتقدر تتكلم معاه في الحاجات زي دي، يعني يصبح ما في أي فايدة لدولتك أو لسودانك. نعم. أي لأنه أنت الليلة ما نظفت بيتك ما بتنظف الشارع. صح. الإنسان بيته وسخان الشارع بيكون وسخان، حاجة ما 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 مسؤول بينك وبين ربك، أنت طفلك وسخان بيكون الشارع أولاد الشارع وسخاني. صحيح. أنت نظف بيتك ونظف الشارع زي ما بتنظف بيتك نظف الشارع، لانك بتاخذ قروش كاش من الدوله وتستنى شهر كامل انت قاعد في الطرابزه لاي اساس عشان تنظف وطنك وتنظف مكانتك. نعم هذه الحقيقه اللي انا بغيت بقولها. طيب شكرا جزيلا يا يعني شوف الزمان. نعم. الجيل الزمان. نعم. لو شاف اي زول في الشارع عمل غلط. نعم. وكرره عديل يبلغوا فيه، يبلغوا فيه منه ناس الحله، وات فلان بيعمل كده بوسخ الشارع، وات فلان بيكب الوسخ في نص الشارع، ده كان حقيقي. بس لكن ما الزمن اتغير بقى، ما في الا كل واحد بيقول الهيبه بتاعت الحله وناس الحله وشيخ الحله ود الحله الكبير اللي حتى الرؤساء ذاتهم كان بيجي شقين الاحياء. الحاجات دي ما تفوت عليك. الرؤساء ذاتهم كان بيجي الاحياء، الرئيس النميري كان بيجي سوق مدفسه. نعم. بعد ذاك بيجي سوق حي العرب، بيجي سوق ام درمان الكبير، بيجي سوق الشجره، بيشيل سمكه بطريقته الخاصة، ما كان بيمد يده على زول، ما في زول يخط له حاجة ما بيقبل، وما ماشي معه حرس، يوم الجمعة ده بتلقى لاف في سوق نوبابي عادي. يا سوق ام درمان سوق حاجات، سوق الحاجات حق الطواجي تسلم عليه الحاجات، وكالعادة كان شفت ذاتك بتقول ده رئيس، لكن المساحة بتاعت الصحة ام درمان نظيفة، كان يقول لك ده بالملوسة محل الجزارين ما بتقول، لكن هسه أي محل جزار عفين، أي محل مطعم حاجة ما يعلم بها إلا رب العالمين، وبالتالي تلوث وبالتالي أمراض، تلوث أمراض بيجيبوها لنفسهم. نعم. والمستشفيات أصبحت غالية. نعم. الحقنة بالشيء الفلاني زمان بتتعالج مجان وبيحصلوك في الطوارئ قبال ما تدفع أنت ذاتك قرش لحاجي، الطوارئ كان الطب له أثر يعني وكان له. نعم. محنة يعني بيعطفوا للإنسان المريض قبال أهلك ما يجوا ذاتهم بيزعفوك كشهادة ليون وشهادة ليون بيزعفوك وبيجيبوا لك الحقن وبعد ذلك يدخلوك العمليه حتى بعد ذلك يشوفوا الاجراءات شنو. هسه العسكري يوقفك برا وانت مريض بتنزف دم ما بياخد خبرك وبعد ذلك يقول لك انت كمان مجبور ما تمشي، وده غير الواقعين في الواطه، امشي المستشفيات كمان بتصدقوا شوفوا الكلام ده وصوروه. نعم تشوفوا بعينكم. حتكون عندنا جوله في المستشفيات حاجه بطاله وحنعرضها على الناس حاجه بطاله، وبعد المستشفى انت المريض شايل. نعم. المريض بتدفع قرش
تدفع قرش، القرش زمان رح ندفع القروش كان للزياره، هسه انت بتدفع 2000 جنيه 10000، هسه 10000 عشان تمشي تزور مريضك، و10000 عشان تشيل مريضك ده تعالجه. نعم زمان كان لازم زي ده ما في، صح زمان كان بيحكوا لها حصاله، صح يعني انسى الانسان تبرع من عندك، بس دار تدفع تدفع ما دار تدفع بتخش عادي، ايام زياره ما في قروش، صحيح في مدرمان ما في قروش، صحيح لكن هسه خاتين خمسة عساكر في خشم الباب، الكومندانية ما فيها خمسة عساكر في خشم الباب، لو ما لاقي منها فايدة، صحيح. الدواء بشيل فلان يا حرام، صح. الحقنة بشيل فلان حرام، أزعف مريضك دي يا أخي، حتى بعد ذاك بعد تزعف مريضك، بعد ذاك تعال شوف ضربه شنو؟ سببه شنو؟ لكن العسكري يوقف المريض ذات بينزل دم، كم مرة الراجل بينزل دم اللي يجيبوا ورق البلاغ. تمام جدا جدا يا ابراهيم، شكرا لك جزيلا، ان شاء الله ربنا يسعدهم وربنا يعفانا ويعفاهم، امين، وربنا كده يطورهم، امين، وبالجيل الجديد كمان نتمنى من الله يجي لنا جيل احلى واحسن، وينظفوا لنا الوطن وينظفوا الضمائر الوسخانه دي كلها يشيلوها، ويكونوا ماشيين كلهم في نجاح وهم ينجحوا لنا، وربنا يوفقهم ان شاء الله. شكرا لك، وكنت معنا في برنامج على قارعه الطريق في منصه السودان الحر ديمقراطي، تحياتنا.